الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن الله سبحانه وتعالى خلقها بدون حواجب، إنما شعر خفيف جدا. تقول: كل يوم أرسم على حاجبي بقلم كحل، ولكن هذا القلم يتلطخ ومرات يمسح ولا أنتبه له. تقول: وهي متزوجة وتريد أن تتجمل لزوجها، وهذا الكحل شبه ثابت ويتلطخ وخفيف ولا يذهب بسرعة، ولا بد من فركه بالماء. تستخدم كحلا آخر. تقول: لا بد من فركه بالماء. فتقول: إذا أتيت أتوضأ أغسل وجهي بالكامل وأحرص أن أضغط الماء على حواجبي، ولكنها تقول: خفت أن يمنع هذا وصول الماء للبشرة، وهي تستخدمه تجملا لزوجها، وتقول لزوجها: وإحراج أن كل وضوء أن تغسله. إيش وإحراج؟ وتقول: من الإحراج عليها أنها في كل وضوء تغسله وتنظفه وتعيد رسمه من جديد، فهل هذا يعتبر عازل ويبطل وضوءها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الوضوء له شروط وموانع، وهو عبادة من العبادات، والأصل الذي لا بد من حفظه والاهتمام به يقول: لا تصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. ومن جملة ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى في شروط صحة الوضوء: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان على البشرة التي أمر المكلف بغسلها في الوضوء أو الغسل شيء من الموانع، من شأنه أن يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح ما دام هذا المانع موجودا ومقدورا على إزالته، لا يصح معه وضوء ولا غسل. فإذا كان على أعضاء الوضوء شيء من هذه الموانع التي تحول بين وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالتها كحلا كانت أو غيره. فإذا كان هذا الكحل الذي تستعملينه من شأنه أن يكون له جرم يحول بين الماء وبين البشرة، فالواجب عليك قبل أن تتوضئي أن تزيليه تماما، حتى وإن تكرر ذلك فإن هذا شرط لصحة الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. وهذا أمر قدره الله عز وجل عليك، فعليك أن تصبري وأن تحتسبي في غسله عند كل مرة تغسلين فيها وجهك في الوضوء. وأما إذا قال أهل الخبرة في هذا الكحل بأنه لا جرم له وإنما هو مجرد لون ولا أظن ذلك، فحينئذ يكفيك غسل وجهك بالماء من غير إزالة له. ولكنني أظن أن هذا النوع من الكحل له جرم، والوجه مأمور المكلف بغسله في الوضوء، فيجب عليك قبل أن تتوضئي أن تزيليه، ولا يصح وضوءك إلا بإزالته مراعاة لأمر الوضوء المصحح للصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. والله أعلم.